صباح الخير لكل المشاهدين، واليوم السيشن نمبر 5 يلي حكون عم نشتغل عليها كرمال نقدر نكمل هيدي التشين اوف اكسرسايزز اللي نحن بنبلشها نهار الاثنين ننتهي فيها نهار السبت. حتى لو كان نهار السبت ما بنعمل رياضه، ولكن نحكي عن رياضه، ودائما بتكون هالرياضه اللي نحكي عنها اكستريم، بتتضمن اكيد مجهود جسدي ومجهود فكري. اللي بدي احكي عنه اليوم مثل ما بتعرفوا رح يكون عندنا حركات خاصه موجهه لسالي المتصله اللي اتصلت امبارح وطلبت شويه اكسرسايزز للخواص اللي حكي عنهم هلا شوي صغيره. بس قبل انا بدي ارجع ذكر بالبوما هاني بالريس اوغست 30 بالزعرور كلوب، بينقل مباشر من الام تي في، اكيد بدعم مباشر كثير كبير من قياده الجيش وخاصه من فوج مغاوير البحر. رح يكون سبق السيزن، رح يكون الايفنت الرياضي تبع السيزن اكيد، لانه لما تطلعوا لفوق وتشوفوا شو عم بيتحضر اوريدي على ارض المعركه بالباتل فيلد رح تشوفوا قديش هيدا السبق رح يكون يونيك على كل الاصعده وبكل الفيتشرز تبعوله. لكن لارجع لعندك يا سالي، انا ضد الشيء اللي بينقال دائما شو في حركه لهالمشكله بالجسم او شو لازم اعمل لحل هالمشكله. اليوم لازم تعرفي انه اليوم في عنا منظومه معينه بنشتغل عليها كرمال نحل حيالله مشكله بتتعلق بالجسم تبعنا. يعني وجود الدهون والشحوم بهالمنطقه بيتطلب منا نعمل كثير اشياء، نكون مواظبين على الكارديو فاسكولر تريننج يلي بنعمله بالاسبوع 3 لـ4 مرات. يعني عم بحكي انا لما نمشي على التريدميل، لما نركض على التريدميل، لما نعمل هايكنج، لما نمشي برا، لما نركض برا، لما نعمل بيسكلات، لما نلعب باسكت، لما نلعب فوتبول، يلي هو هيدا الكارديو فاسكولار تريننج دائما مهم كرمال نحل هالمشاكل. لتقويه العضلات الموجودين بهالمنطقه بمنطقه اوبليكس تبعولنا نزول للخواصر، اكيد كمان لازم نكون عم نحافظ على منظومه مهمه جدا بعالم التغذيه تبعنا. ما فينا ناكل اطعمه اللي بتحتوي كثير على الدهون بلا طعمه، بدنا نوقف كل شيء له علاقه شيبس، شوجر، مقالي، كل هالامور يلي اكيد اذا بتكون انت عم تتواصلي مع دايتيشن رح تكون عم تعطيكي اكيد طريقه كثير مهمه لتقدري تحسني منظومه الغذاء تبعولك. بدل عنا البارت الثالث يلي انا بدي غطي لك اياه هلا هو نعمل حركات بتساعدنا على انه نكون عم نقوي العضلات الموجودين بهالاريا. فانا بدي اطلب منك انه تعتمدي على هالحلقه بالاضافه لكل اللي ذكرته بالاول كرمال تقدري تاخذي النتيجه النهائيه يلي رح تاخذيها. رح اشتغل على الكاتل بال هلا، ولكن انت مش ضروري يكون عندك كاتل بال، في يكون عندك مثلا دمبل، رح اعملها بميله بالكاتل بال وميله بالدمبل لاعطيكي انا تو تشويسز تقدري تشتغلي عليهم. مش رح امسك الدمبل او الكاتل بالز بالميلتين واعمل سوينجينج بسرعه بهالطريقه، بالعكس رح اكون عم بشتغل على ميله وحده، ولكن عم بكون عم بشتغل بطريقه بسرعه معتدله مع الحفاظ على بوستشر صحيح بالجسم. من هون بشد المعده، ركابي شوي مطعوجين، اجري من هون رح انزل لتحت، رح ارجع اطلع لفوق، كمان 2 4 5 6 7 8 9 و10. رح انتقل للدمبل، اذا عندك دمبل وما عندك كتل بال مش مهم، وي جو فروم هير لتحت 1. بتجربي تبعدي قد ما فيك يا سالي على الحركات اللي ممكن تكون باليستيك، وبعني بباليستيك يعني عشوائيه، يعني بتكوني عم تعملي سوينجينج بلا اي سبورت، هذا الشيء ممكن يسبب لك اوجاع بعده محلات. داون صرنا 2 3، معده دائما مشدوده، 4 5 6 7 8 9 و10. شوي شوي برجع للبوزيشن، وكمان ما قولت انه انا بس بدي اشتغل على هالمنطقه منا مقوله كثير صحيحه، لانه كل المنطقه اللي تكون عم تغطيها كل اقسام. انت بتعرفي المعده، منطقه المعده عندها 4 أقسام اساسيين ويتداخلوا من حيث الغمق بالعضلات. يعني عندك العضلات اللي هن بيبقوا ظاهرين لقدام يلي هن ركتس ابدومينس المعروفين اكثر بالسكس باكس، هيك بيتسموا باللغه العاميه، والتداخل بيرجع بيصير بعضلات متداخله منهم
الأوبليكس يلي عم نحكي عنه هن internal و external داخليين وخارجيين. نحكي أكثر كمان عن transverse abdominis يلي هي الطبقة الآخر طبقة بعد هالليرز اللي حكينا عنها، وكمان هي طبقة متداخلة وبتشكل وبتلعب دور كتير أساسي بعامل التنفس لما نكون عم نشتغل على هالمنطقة. لح أنزل لهون، لح جيب دمبل قبل اتركها حدي، لح روح على سايد بلانك لعد للعشرة أو للخمسة. أول شيء من هون راسي جالس، إيدي لفوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لح أخذ دمبل هون. الحركة تبعتي عم تكون ستاتيك، واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة. خليني أبرم لتاني مان، حركات كتير بفيدوا للتقوية، ولكن برجع بقول بهالمنطقة بالذات، بهالمنطقة بالذات ليلي عنده لاك، عنده تقصير بالكارديو فاسكولار ترينينج اللي ذكرته بالأول، وبالمطبخ عنده، بالكيتشن عنده، يعني لما أقول مطبخ لما أقول كيتشن يعني بيأكل بطريقة منا صحية، بطريقة ما بتتناسب مع شكل جسم يلي بده يحصل عليه بهالمنطقة. يعني عم بحكي لما اكل كثير امتي كالوريز ما لهم علاقه، وصدقوني مين منا ما بيعمل هيك بكثير محلات اليوم. بتعرفوا لحالكم لما ما تاكلوا كلين، لما ما تاكلوا اكل صحي كثير، شكل جسم وخاصه بهالمنطقه بروح على شويه ترانسفورميشن للنيجاتيف سايد. كل ما نكون عم ناكل كلين، وانا بعرف من حالي كل العالم بتعرف، لما نكون عم ناكل كلين اكثر بكون بهالمنطقه ببين عليها ترانسفورميشن للميل البوزيتيف اكثر. الى جانب دائما التدريب المتواصل، التدريب أهم شغلة ممكن تعملوها لحياتكم، الرياضة أهم إضافة لحياتكم. أول شيء بلا ما أكون عم بطلع على من هون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بأخذ الدمبل بطلع لفوق، وضعي جسمي دائما ثابتي، واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، بيرفكت لهون. بنتقل لأنه ذكرت مش دايما بس بدي أشتغل هالميلة، بدي أعبي كل المنطقة. تذكر يا سالي دايما أنه عضلات الجسم تتداخل مع بعضها دايما لتعطينا شيء اسمه المنظومة الحركية. عم بستعمل كلمة منظومة لأنه بحبها كثير لهيدا، تعلمت جديد للكلمة. فاللي عم بقوله أنه العضلات لما تتداخل مع بعضها بتعطينا وظائف، وظائف هي حركية بنستعملها بخلال نهارنا. يعني إذا كنتوا ناس بس بدكم تكونوا كتير فانكشنال بحياتكم، تقدروا تعملوا الأمور الحياتية اللي بنعملها كل يوم بطريقة ما يكون فيها بروبلم. كتير من الناس بيكونوا عم بيلتقطوا شغلة بيروحوا ظهرهم، أو عم بعلوا إيدهم ليجيبوا شغلة بيروحوا كتفهم. ليش؟ لأنه العضلات منا حاضرة تقوم بهالواجب الحركي الموجود عندهم إياه. لما بلش نتمرن أول بارت منغطيه هو هيدي الوظائف الحركية اللي بنعملها. إذا بدكم تحسنوا الفتنس ليفل تبعكم، يصير عندكم فتنس ليفل أكتر وعم تفكروا بجسمكم صرتوا، بنحكي اكيد شكل الجسم، بنحكي نعلي التمرين تبعنا، نقوي التمرين تبعنا، ننوع التمرين تبعنا. بدل عنا المحل اللي بنقول فيه انا لا بدي اكون عم بشتغل على بيرفورمانس كثير عاليه، هون كمان نوع التمرين بيختلف. بكل المراحل يلي عم بحكي عنها نظام غذائي بيتناسب مع شو عم بعمل شغله مهمه دائما. من هون اللي حاعمله، رح امسك البليت، فيك تمسكي دمبل، فيك تمسكي دمبل يا سالي، وما تكوني اذا ما عندك بليت عم تشتغلي على بليت. اجريكي جالسين لقدام، ظهر جالس، ايدين لهون، بعد للعشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. من هون رح امسك تاتش لهون، بارم سويتش سويتش، ظهر جالس، ثلاثة أربعة خمسة على مهل، ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة، بيرفكت. في كثير من الناس ما فيهم يحافظوا على جسمهم بنفس الوقت يكونوا الإجرين عاليين والظهر جالس لحاله بلا سبورت، ما بيعملوا هالحركة بكل بساطة. إذا رح تكونوا واقفين بهالبوزيشن وظهركم عامل هيك لقدام وما عم تقدروا تحافظوا عليه، هيدا أكبر دليل على إنه لازم تعملوا أشياء أكثر، تقووا هالمنطقة
ليصير فيكم تقوموا بحركات اصعب. دائما بحكي عن بروجريشن، بفضل 1000 مره ومليون مره تعملوا حركات هينه ولكن تكونوا عم تتقنوا كيف تعملوها، افضل ما انكم تعملوا حركه صعبه وما تعملوها بطريقه صحيحه ويكون الريسك اوف انجري عندكم عالي. تمرين الذكي هو قد ما فينا نكون عم نوطي فيه الريسك اوف انجري على عضلاتنا وعلى جسمنا، وعم نعلي دائما فيه الافيشنسي الافاده، لانه دائما لما نعمل انجري تذكروا انه بدنا نتعطل كذا يوم بمحلات معينه كذا اسبوع وبمحلات كثير اكستريم منروح اشهر بلا ما نكون عم نتمرن. مشان هيك ما تفكروا اوزان، ما تفكروا الشباب خاصه بدي روح اليوم على الجيم بدي شيل 50 كيلو جرام اكثر بكره 100 كيلو جرام اكثر، اتس نوت اباوت ذا ويت، هو انتو كيف تتعاملوا وبتفكروا وبترسموا اهداف للتمرين تبعكم. هيدي الشغله الاساسيه اللي حتحدد انتو كيف رح تشتغلوا. خليني دلني على الارض واشتغل بادي ويت، رح اشتغل حركه فيها رينج اوف موشن صغير نسبيا. شو يعني رينج اوف موشن صغير؟ يعني رح روح على السايد من هون اخذ وضعيه جسم، لعلي اجري من هون، راسي رح يكون ايدي بهالميله، رح اعمله انا مش حشيل رقبتي لفوق، رح جرب الحركه اعملها من هون، يعني رح جرب اطلع لفوق ثبت هون عد للعشره، واحد اثنين، رح تحسوا هون في شد بالعضلات، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره، بجرب قد ما في رقبتي ما طلع لفوق تكون قد ما في اللايند ولكن بمحل معين يكون عم بحس بهالكونتراكشن تبع العضلات يلي عم بصير بالسايدز تبعولي. رح ابرم الميكرو احسن ما يكون عندنا المشاكل المعهوده مع الميكرو. باخذ وضعيه الجسم، اجري من هون، الاصابع مش لفوق، الاصابع لتحت سايد، رح اطلع لفوق، ثبت حالي وشد من هون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، أوكي ريلاكس سويتش. رح أبرم لتاني ميل، رح استعمل هلا ون اوف ماي فيفورت اكسسوارز اللي هي الايكوالايزر. كثير اشياء فينا نعملها للكور تبعنا، كثير اشياء فينا نعملها لعضلات المعدة من هون لتحت. برجع بذكركم انه تابعوني على امين ديب تي اف انستغرام، امين ام ديب يلي هي البيرسونال فيسبوك بيج تبعيتي، وامين ديب فان بيج، كرمال كل يوم تاخذوا هالجرعه الصغيره من الانسبريشن اللي عم بعطيكم اياها تحضيرا لبوما هانبل ريس. 28 اكسرسايزز صرنا مغطين منهم 11 لحديد هلا، بعد عنا تقريبا اكثر من 60% من هالانسبريشنال شوتس تحضيرا ل يوم السبق يلي حنكون عم نشتغل عليه اثنيناتنا. يلي حاعمله من هون برمت الايكولايزر نيمته على جنب. ليلي ما عنده ايكولايزر سالي، اذا ما عندك ايكولايزر فيك تحطي حيالله شيء يكون بهالعلو يكون فاضي من تحت، بركي فيك تربطي حبله من حيط لحيط، تربطي مغيطه طويله، تربطي حيالله شيء لتقدر تعملي هالاكزرسيس من هون. رح ثبت اجري، فيكم يكونوا هيك إذا ما بتحسوا أي إزعاج بظهركم، فيهم يكونوا متنيين شوي. إذا بتحسوا بعد في إزعاج، فيكم تحطوا إيديكم تحت الفاس بهالطريقة. أهم شيء الرقبة ما تكون عم تعمل فليكشن بطريقة هيك مزعجة كثير لقدام. دايماً وزن الراس على الإيدين. من هون رح أعمله. كيك لفوق. كيك لتحت. 3 4 5 6 7 8 9 and 10 switch 1. شدوا المعدة منيح وخلوا اسفل الظهر ملزق على الارض. 4 5 6 7 8 9 10. Now we go single لتحت، برجع بظبطها معلش بظبطها شوي صغيرة. Single. Now we go. Double. And double again. Single. Single. بالإشرتين. Double.
and double. One more time. Let's go. Single. Single. Double. Both legs. One more time. And double. Okay, perfect. برتاح شوي هون. بهالوقت كون عم جيب ركبتي عالتشست لعندي بياخد نفس عميق. سويتش لتاني ميل. يعني قديش تأثير، إذا بدي قلكم قديش تأثير طريقة أكلنا، بكل بساطة طريقة أكلنا كارديو فاسكولار تريننج تبعنا على هيدا الموضوع بالذات، ومش بس عند الصبايا، خاصة عند الشباب. طيب لما أحكي لايف ستايل، أكل مش صحيح، كارديو فاسكولار تريننج مش موجود، أو إذا موجود موجود أوكيجنلي بالمناسبات بس. يعني هلا موسم أعراس، لما أكون عم بروح زقف أو عم برقص بعرس، هذا لا يعد تمرين كارديو، هيدا من الأمور الحياتية اللي بنعملها كل يوم. فما حدا يقول أنا بروح كتير على أعراس وبرقص كتير موسم العرس، مشان هيك أنا عم باخد إفادة. تمارين تقوية لهالمنطقة، مثل ما لازم نعمل تمارين تقوية لكل عضلات الجسم بيتداخلوا مع بعض. لما يكون عندنا بالجسم عضلة قوية وعضلة مش قوية، تأثير على البوستشر، أوجاع، انبالانس بالعضلات، وهذا الشيء اللي ما بدنا اياه. مشان هيك بحكي على لكم انا سيستم كامل كرمال نقوي كل العضلات. بكره كمان مثل العاده موضوعنا رح يكون مميز باكستريم بنفس الوقت. شوفكم بكره. Until tomorrow, get fit, stay fit.